أيضا في السعودية تواصل وزارة الثقافة أعمال التأهيلية للمعالم التراثية في مختلف المناطق، ومن أبرزها منطقة جدة التاريخية المسجلة في منظمة اليونسكو العالمية، حيث أطلقت الوزارة حزمة من المشاريع والمبادرات التطويرية بتكلفة 50 مليون ريال وتزيد لترميم الأبابان التاريخية في جدة وتطوير بناها التحتية، إضافة إلى دعم واجهات المطاعم المتنوعة. لنا جولة الآن في قلب جدة التاريخية مع الزميل سلطان السلمي. إليك سلطان. أهلا محمد. الجولة داخل أحد المباني التاريخية، نتواجد الآن في المنطقة التاريخية وتحديدا داخل أحد المباني التي يتم عمليات الترميم لها. هذا المبنى أو هذه المنطقة تعود إلى 4000 عام. هذه المنطقة لها أهمية كبيرة هنا في السعودية وفي جدة تحديدا، إذ تم تسجيلها في منظمة اليونسكو عام 2014. يمكن زميلنا الآن فؤاد يعطينا صورة أوسع للمكان أثناء عمليات الترميم لهذه المنازل. نتحدث عن العديد والعشرات من المنازل التي تم ترميمها هنا في المنطقة التاريخية. هذه المنازل لها خصوصية كبيرة جدا زميلي محمد ومشاهدينا أثناء عمليات الترميم، لأنها يتم استخدام المواد السابقة لنفس المباني من خلال الحجر المنقبي، وكذلك الحفاظ على خصوصية هذه المباني. هنالك مجموعة من المبادرات وعمليات الترميم التي يتم العمل عليها من قبل شركات متخصصة في إعادة ترميم المناطق التاريخية العالمية. هنا تم بدء العمليات منذ أشهر ماضية لإعادة إحياء المنطقة التاريخية لشكلها السابق، وكذلك تحتفظ بذات الخصوصية، لأنه جمال هذه المناطق التاريخية زميلي محمد أن تعود إلى شكلها القديم حتى تكون مزارات سياحية ومناطق لزيارة التي سوف يتم زيارتها من قبل السياح الأجانب أو حتى المواطنين. لذلك أريد أن أنضم إلي الآن المهندس سامي نوار المستشار بوزارة الثقافة. بداية أهلا وسهلا بك على شاشة العربية مهندس سامي. حكيني عن أعداد المباني التي يتم أو جاري ترميمها أو التي تم الانتهاء من ترميمها، وكذلك أهمية ترميم هذه المناطق التاريخية. اولا احنا المرحله الكون كانت 34 مبنى، بعدين كان في مرحلتين على مدى على عدد 54 مبنى، وتفضل سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله بانها بعمليه جمع المرحلتين الثانيه والثالثه في مرحله وحيده وهي 56 مبنى، وهذا المبنى من ضمنها. والان شغالين على ترميم هذه المباني وجاري دراسة العديد من المباني، ولاحظنا عند نظرا لتغير المياه انه زادت عدد المباني التي تحتاج الى رعاية، وجاري تحديدها وجاري التعامل معها. وفي بعض المباني تم ترميمها وتم تأهيلها واستخدامها كمتاحف وكان شاء الله بوتيك هوتيل، والأعمال جارية في المنطقة التاريخية الآن بكل قدم وساق. سؤال مهم أنت السامي، عدد المباني التي سوف يتم ترميمها والمدة الزمنية لها؟ الإجمالي المباني اللي الآن في تحت النظر حسب ما تم دراستها تقريبا 70 مبنى، 56 اللي هي مشروع سمو سيدي، والبقية اللي تم في أضيفت في الفترة الأخيرة بعد تغير منسوب المياه في المنطقة. وتقريبا إحنا الآن شغالين في مراحل، يوميا بمر على المباني وتزداد العدد وبيتم تحديد الأعمال. يبدأ أول شيء إذا كان خطر إخلاء، ثم بعد ذلك تدرس، ثم يبدأ التدعيم، ثم يبدأ الترميم، ثم يبدأ التأهيل والاستخدام. قبل الذهاب إلى السؤال الآخر، المنازل التي تنهار من فترة إلى فترة في المنطقة التاريخية، كيف تتعاملون مع هذه المباني؟ هو يمكن في مدى السنة والنص الأخيرة كان عندنا يعني بيت أو بيتين، أحدهما كان استخدام الجائر في الماء فيه ونزل أجزاء بسيطة، وفي الجزء الآخر عن تغير المياه، وكان الركن الشرقي الشمالي، وكنا عارفين أنه حينهار، والآن إحنا شغالين عليه بعد ما زيله تدعم المبنى وسيعاد إن شاء الله. ممتاز. على عجالة، هذه المواقع أو هذه المباني التاريخية لها خصوصية في عمليات الترميم، كيف يتم التعامل معها وإيش الأساسيات والشروط لها؟ طبعا احنا من سنين كان عندنا معلمين بلديين اللي بنوا البيوت هذه، واخذنا منهم معلومات وسوينا مانوال لعمليه الترميم، واحنا نستخدم المواد التقليديه الطرق التقليديه قدر المستطاع. احيانا نستخدم مواد حديثه لتدعيم مؤقت مثل ما ترى، هذا تدعيم مؤقت عشان حركه المبنى، لان المبنى اللي احنا فيه اتجه شرقا، فلا بد ان بسرعه نوقف الحركه ونقفل الفتحات ونعمل الاعمده زي اللي هنا الجديده حتى المبنى يرتاح، وبعد كده يرتبط المبنى ويصير جاهز ان شاء الله لترميم اكبر من كذا. كل هذا الشغل، سؤال اخير،
كيف سوف يكون شكل المنطقة التاريخية خلال الفترة القادمة؟ هل سوف يكون هناك متاحف، مزارات سياحية متخصصة؟ هل سوف يتم الاستفادة من هذه المباني التي يتم ترميمها حاليا؟ في مخطط عام ماستر بلان للمدينة، في أفكار جديدة، في ساحات جديدة، في الأسوار تتعدد، مواقف الدخول الخروج، تحديد عدد السيارات، توفير الإمكانية أكبر شيء للمشاة والسياح عن حركة السير، وأيضا إنه ساحات وبرحات عديدة حيصير فيها فعاليات، والمباني حتتم ترميمها ونستخدم الصور القديمة اللي كانت في الماضي لمدينة جدة وطريقة إحيائها وطريقة الحياة اللي كانت فيها سابقا. نعم، شكرا لك. كان معنا المهندس سامي نوار مستشار بوزارة الثقافة. كل هذه المعلومات وكل هذه المشاريع والمبادرات سوف ترى النور خلال الفترة القادمة زميلي محمد. شكرا سلطان، وشكرا للمهندس سامي نوار.